ندد مجلس الأمن الدولي بالهجوم الذي تعرض له القصر الرئاسي من قبل مسلحي جماعة أنصار الله، مشددا على أن الرئيس هادي هو الشرعي لليمن. وأكد بيان للمجلس دعم المجلس لما وصفها بالمساعي الحميدة التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص جمال بن عمر، بالإضافة إلى المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن. ودعا البيان الذي حث على سرعة إنجاز الدستور بشكل بناء ويحقق تطلعات الشعب اليمني، كما دعا كافة الأطراف والقوى السياسية في اليمن الوقوف إلى جانب الرئيس هادي وإلى ضبط النفس وحل خلافاتهم بالسبل السلمية للشعب اليمني، مجددا رفضه لأساليب العنف وإضعاف المؤسسات الحكومية.